اللي متابعونا على الصفحه منورين معانا دايما وكل سنه وانتم طيبين وكل العرايس يا رب كده يتمم لكم على خير. بعد ما الناس طلبت محلات المكياج ومحلات الحاجات بتاعه العرايس نزلنا المنصوره عند جاست مي الموجود في الجلاء امام عصابه التوحيد على طول. هجيب لكم اليافطه بس انزلوا بقى معايا بسرعه على السكشن بتاع التيجان واسعار التيجان هنا تجنن. يعني انا هفتح لكم كل حاجه العرايس تمام، الهير بيس، التاج، كمان الاكسسوارز اللي هوريكم السكشن ده، بس هعمل لكم كوليكشن جامد جدا. يعني بتقدري ان انت تيجي تلاقي الحلق، بتقدري ان انت تيجي تاخدي الخاتم بتاعك اللي انت عايزاه لو انت محجبه وعايزه حاجات اكسسوارز سواريه تمام. الحاجات المقصبه دي تحفه جدا تمام. الاسعار عاديه يعني مثلا بصوا نحدد لك اختيار، لا بصي انت بتختاري التاج مثلا مع الحلق ده خلاص بتلاقي الطقم او بتاخدي الهير بيس مع الحلق لو انت محجبه تمام. وريكوا بقى كوليكشن التيجان رائع، يعني حتى العرايس هنا بصوا كل الحاجات اللي تحت دي للشعر للي مش محجبه، وفي حاجات منها بتركب على الحجاب، يعني في مثلا حاجات بتركب كده كتجميل على الطرحه، يعني دي مثلا تنفع. بصوا دي حلوه قوي، دي ممكن تتشد وتتعمل بالدبابيس لو واحده محجبه، حلوه جدا 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 يعني ذوقها في منتهى الشياكة خلاص. عايزه اوريكم بقى كوليكشن التيجان كتير جدا ورقيق، يعني في حاجات كتير رقيقه. بصوا ده تحفه، انا مش عايزه اطلع الحاجه من الاكياس، ده تحفه قوي، ده زي الملكه وبيبقى بتاعك بقى مش بتاجريه من عند الكوافير ولا حاجه. بصي برضو ده حلو جدا جدا جدا، ده كده شكل التاج اهو على الكاميرا. بصوا اهو، كان زمان بقى في الكوافيره بتروح عامله بقى حركه كده مش عارفه، يعني بصوا بيروحوا بقى قلبين ده وبينزلوه هنا كده لو هي محجبه، وبيعملوا بقى اللفه بتاعت التحجيبه، يعني حاجه مش تراديشنال، يعني تبقى حاجه يونيك شويه ان هم بيقلبوا التاج. هو ده الشكل العادي بتاعه، بس انا بشوف ناس عاملين حاجات العرايس، يعني البريسلت بتاعت العروسه، الاكسسوارز اللي انتوا عايزينها لو انتوا هتحضروا، كل الحاجات مكتمله هنا بالنسبه لاي واحده. الحاجات دي شيك قوي قوي بقى للمحجبات، العقد ده في منتهى الشياكه، ده جميل يعني ترند جدا وشغال حلو قوي للطقم السوداء او بصوا بقى البريسلت هنا كمان في منها ستانلس، يعني اللي هي لونها ما بيغيرش، وفي بقى موديلات واشكال كتير جدا، وفي كمان بصوا الكوليكشن اللي جنبيه على طول الحاجات اللي هي اللولي، الحاجات اللي هي الهاند ميد، هجيبها لكم برضو على الكاميرا تمام. يعني بحر من الاكسسوارات للبنات اللي عايزه اي حاجه في بالها، بروش، عايزه حاجه للفرح، عايزه حلقان. ده جميل بقى، دي حلقان بلاستيك مطليه بس خفيفه جدا جدا على الودان، ده سكشن كامل لكل الحلقان. الحلقان الطرات دي يا بنات ما بتموتش، دي شغاله على طول. الحاجات دي اللمعه بتاعتها حلوه ما بتطفيش، يعني لو مش حد عايز اكسسوارز بيطفي او حاجه السكشن ده خطير ما يتسابش، تحفه جدا. وزي ما قلت لكم اهي الاشكال بتاعته اهي، بيبقى الطقم 6 او 3 و3 انت بقى تليق تمام. هنا كل السلاسل تمام، كل السلاسل. وندخل بقى على الحاجات القويه، دي من الحاجات الموضه جدا 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 العقد دي، وده الصف بتاعها بقى، ده كده برضو على الرقبه، ده الفضي بتاعها، دي شبه ظهر الحيه شويه بس العريضه، دي برضو على الرقبه، دي كلها حاجات ترندي، يعني دي كلها حاجات موضه. طيب السوست للمحجبات بقى في منتهى الروعه والشياكه، وعلى فكره ما بيغيرش لون برضو، دي انا مجرباها ما بتغيرش لون تمام. ده كده سيكشن برضو معظمه حاجات للمحجبات اكتر، او البنات اللي تحب تلبس بقى وتحلي، يعني القميص مفتوح بتبينها، بس انا بحب الحاجات دي قوي على الرقبه للمحجبه على السكارف تمام. دي بقى انسيالات برضو خلاص، كل الانسيالات ستانلس تمام. دي شكل السلاسل، سلسله ظهر الحيه بالخرزه الخضراء اللي كل الناس بتدور عليها، موضه برضو ما بيتغيرش لون تمام. ده كده من تحت لفوق، بصي بقى واختاري كده في الفيديو بالراحه وشوفي انت هيعجبك ايه، وتعالي عن جاست مي اختاري بقى واشتري براحتك، احنا كده جبنا لك المحل كله بنسهل عليكم يا بنات الاختيار.
حاطهالكم بس هنا عشان ذوقها يبان. رائعه شيك جدا 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 صبح الان ما بتغيرش. وفي بقى حاجات كتير قوي موديلات الذهب، يعني في مثلا هقول لكم على حاجات موديلات الذهب موجوده. كل ده اكسسوارز بس فيهم حاجات كتير قوي ذوقها بصراحه عجبني. يعني ده مثلا ده ذهب، يعني ده الفراشات ده موديل ذهب، ده موديل اكسسوارز. يعني اي طقم عشان تديله تاتش كده شيك قوي وتخليه يونيك وتحسي ان انت اختلفتي في المظهر الخارجي. الحاجات دي شيك جدا 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 ورائعه، وميزتها ان هي متثبته بخيط سلك مش بتفرق برضه، عشان انا ببقى مهتم ان انا دول الواناتهم تهبل. بصوا ده الوانه تجنن تجنن، على طقم اسمر على طقم ابيض. تمام. الاخضر ده زي ضفيره كده بس شيك شياكه وحلو حلاوه ملهاش حل بجد. يعني عندهم شويه اكسسوارات حريمي تجنن تهبل. الطقم حلو، الذهبي موجود، في حاجات اسود اهي الناس بتحب اسود، في حاجات اخضر، في حاجات بيج، في حاجات جرين في الوان كتيره. كل طقم اختاري لك مثلا حته او حتتين كده على الهدوم. ده المشبك محدش ما بيجيبهاش. جاست مي عنده سيكشن خطير رائع جدا. شوفوا الفلاور، شوفوا الالوان بتاعتها. جاست مي عنده كوليكشن من التوك للمدارس كمان الابيض. اهي بقى بنقعد ندوخ الولاد بقى اللي داخلين مدارس، الابيض موجود والحاجات بتاعت الخروج كلها. وفي اللي بياخدوا جراي لون طقم المدرسه، في اللي بتاخد مثلا لو السويت شيرت بتاعها بيربل بتاخدوا لونه بيربل. بس السكشن ده خطير. اسم المحل اهو جاست مي اكسسوارز. نظارات اوريجينال موجوده عندهم، عندهم مكياج اوريجينال وعندهم تشكيله نظارات مش شفتهاش في اي مكان تاني. احنا رحنا اسكندريه القاهره بنقعدها عندهم نظارات تحفه ومدهن جمال. اللون بتاعها تمام جوتشي. في بقى حاجات ثانيه اهي طبعا المربعه دي بتليق على اي وش، عشان بس ما حدش يشوفها ما بتطلعش حلو عليها. دي بتطلع على اي وش مليان رفيع طويل صغيره من الموديلات الجميله دي. بصوا بقى ترند، يعني الحاجات اللي هي ما بتغيرش ولا ميه ولا صابون. الفراشات دي جميله جدا جدا، كلهم اشيك من بعض. ممكن تلبسي واحده ممكن تاخدي اتنين. تمام. بصوا بقى دي فظيعه. بصوا تحفه تحفه، نضاره حكايه في منتهى الروعه والشياكه. بصوا بقى تعالوا في الستاند اهو، دي كمان حلوه جدا. دي تحفه قوي. يعني عندهم حاجات كده فريده، يعني مش هتلاقيها في اي مكان تاني. هما بيجيبوا الحاجات المتميزه في جاست مي في مدينه المنصوره عشان البنات الامارات. بصوا بقى حدث ولا حرج، بحر حاجات بريسلتس تحفه تحفه، كلها حاجات ترند. يعني مفيش اي حاجه جايه على بالك شفتيها في اي مكان ومش لاقيها هتلاقيها عند جاست مي. بصوا دي، شوفوا النضاره، شوفوا النضاره دي رائعه ومتينه جدا. يعني شوفوا الدراع السوسته بتاعته تمام، ومكتوب عليها ميد ان ايطالي. يعني دي كده اوريجينال. عندهم تشكيلة توينزات جميلة جدا. انتوا بقى شوفوا المقاسات، بصوا شوفوا تحفة، حاجة كده شيك جدا. عندهم بصراحة التشكيلة بتاعت التوينزات دي حلوة. في بقى الحاجات الرقيقة اللي بالفص، في الحاجات العريضة شوية زي ما انتوا عايزين. كل الموديلات موجودة. البرفانات الاوريجينال بقى لو انت دايخة على اي نوع